يكون في عندنا المدخلات مرات ونتابع الأنشطة المدرسية ونشجع. إحنا صحيح في تربية وتعليم عندنا إنجازات بنعتز فيها. هاي شريحة واسعة. فيها وزيارة المعلمين وتقييم الأداء وكل هذا ضمن برنامج لزيارة كافة المؤسسات الرسمية في محافظة القلم للوقوف عن على حقيقة أوضاعهم، تعارف شركائنا في القيام في مهمة في تحديات المحافظة إن شاء الله. اليوم احنا في مديرية التربية والتعليم بدنا نجتمع معهم ونشوف اوضاعهم، اذا في كان في اي نقص اي عقبات امامهم مشان نسهل عليهم، وايضا احنا بنثني على جهودهم الدائمة باتجاه هذه المسيرة التعليمية. زيارة راح تتكرر مش بس فقط على التربية والتعليم، على باقي المؤسسات الرسمية ان شاء الله.